تخرجنا كان عبارة عن استخدام الأكياس البلاستيكية بالخلطة المحسنة للأسفل. هدف مشروعنا HIT حل مشكلة يعاني منها القطاع النفطي، تحديداً حقل البرقان. هالآبار اللي بحقل البرقان تنتج كمية نفط تحتوي على نسبة عالية حيل من هالغاز السام. مشروعنا اليوم هني هو عبارة عن جهاز يستخدم لقياس درجة حرارة الأجهزة الكهربائية ويتحرك بحركة 3D movement. معرض التصميم الهندسي اللي تنظمه جامعة الكويت كلية الهندسة بالبترول دائما يبهرنا بإبداعات شبابية مميزة، من خلالها قاعد نشوف أداء هندسي يطور من مفهوم الابتكار والإبداع بمجال الهندسة.